بودكاست نجم الرابعة. أول حاجة منورت منور الإمارات، ألف مبروك على الفيلم. قبل ألف مبروك على كل حاجة أنت بتعملها. ربنا يبارك فيك يا رب. منورنا وكلمنا على فيلم مندوب الرد. أولا ليه الشرف أن أنا موجود في بلد تاني دولة الإمارات شقيقة الناس المحترمين الجمال، وببقى سعيد جدا. هي منورة بأهلها وطلابها يعني. مندوب مبيعات فيلم اجتماعي كوميدي، فيلم أنا الأستاذ أحمد فتحي، الأستاذ إسلام إبراهيم، الأستاذ أيتن، الأستاذ هبة عبد العزيز، الأستاذ وائل عوني، يعني في أسامي كتير كوميديانات في الفيلم. مبسوط جدا ان انا بصور الفيلم مع اخواتي يعني، ومبسوط جدا ان انا موجود النهارده في الامارات. هي الاحداث كلها بتدور في الامارات هنا، وبالاخص في دبي، في اكتر من منطقه في دبي يعني. رجل اعمال حظه في الجواز مش قوي يعني، بارمل ومطلق وبيحاول يرتبط ما بيرتبطش، رغم سنه هو بينسى سنه طول الوقت ومش عايش حياته وعايش بتاعه. هو مش بتاع ستات، هو بيحب، هو شخص لما بيحب حد بيحبه وعاوز يتجوزه والكلام ده يعني هو مش راجل بالظبط. لو هنتكلم على بعد الفيلم رمضان، ما شاء الله حضرتك متواجد في اكتر من عمل كضيف شرف، وفي انضميت مؤخرا لرمضان كريم. يعني رمضان كريم طبعا دورك الكبير اللي احنا كل الناس بتستناه في رمضان كريم تحديدا المسلسل ده، ايه المفاجاه اللي متحضره؟ المفاجأة شخصية جديدة، شخصية صبيح اللي أنا بعملها كتبها الكاتب الكبير أحمد عبد الله. هي شخصية جديدة مكتوبة، جديدة على بيهم فؤاد وجديدة على الناس وجديدة في المسلسل. المسلسل كان له جزء أول وكسر الدنيا ما شاء الله، ما كنتش أنا فيه. الجزء الثاني الحدوتة مختلفة خالص يعني. المفروض أن أنا كنت صبري صاحب أو صديق صبري فواز في السجن، وبنخرج إحنا الاثنين وبعيش معاه في الحارة يعني، وبتحصل بقى حاجات كتير وبشكل كتير جوه الحارة. من ده على ده. طيب يعني السؤال قبل الأخير، معلش هطول عليك. لو احنا بنتكلم على فكرة الأفلام، الناس كلها انت عارف طبعا في فيلم من الأفلام الناس كلها مستنية الجزء الثاني منه، وقفت رجالة، والناس وسمعنا خبر ان هو نازل وقفت رجالة في جزء الثاني، هنصوره ان شاء الله يمكن بعد العيد الكبير كده، لانه يعني الجني مشغول يعني ان شاء الله بيتكتب. طيب اول حاجة استاذ بيومي، احنا مبسوطين جدا جدا ان انت موجود معانا. رمضان كريم عليك. عايزك بس تقول لكل متابعين راديو الرابعة حاجة. رمضان كل سنة وحضراتكم طيبين، لكل مستمعين راديو الرابعة أو متابعين راديو الرابعة. سعيد جدا أن أنا سجلت مع حضراتكم النهاردة. كل سنة والوطن العربي بخير. رمضان كريم. بيومي فؤاد. بودكاست نجم الرابعة.